طيب معلش سؤال اخير والوقت خلص، ايه اكبر عيب عند المرأة لا يتحمله الرجل من وجهة نظرك؟ انا وجهة نظري النكد، اللي هو اول ما يدخل البيت على طول تبقى عبسه وجايب غيره والشك. الغيره والشك. طب اذا افترضنا ان المراه يعني نظيفه وزي الفل وشايفه نفسها وعايقه جوه البيت وبره البيت وده مطلوب، يعني ايه العيب الفظيع قوي اللي لا يتحمله رجل؟ انت عاوز تقول حاجه شكلك؟ لا انا بسالكم والله فعلا، العيب اللي من وجهه نظركم بخبرتكم يعني لا يتحمله الرجل، حضرتك اخرك الغيره والشك. الغيره والشك. وحضرتك قلتي النكد. النكد وعدم الاحترام له لشخصيته، هذا مدمر هذا للعلاقة. طب أنا ممكن أقول لكم عيب تالت. يا ريت. العند. العند. يعني العند بالنسبة للرجل شيء مؤلم، لأنه حتى الرجل بالنسبة للراجل ممكن يخسر أخوه في العند. والراجل العند بيمس كرامته، يعني لما تلاقي لما أنت تعندي قصادي عندي مشكلة، يعني الراجل عنده مشكلة في القصة دي وكأنه بتتحديه، يا أنا يا أنت. فممكن الراجل شوية الشك طبعا مؤلم وحاجة مؤذية، وأيضا زي ما حضرتك قلتي النكد شيء مقرف، لكن كمان العند ممكن يؤدي إلى عنف، لأنه أنت بتتحدي الراجل، بتتحدي قوته، بتتحدي قراره، بتتحدي فكره، بتتحدي وجودته كمان. ولذلك أنا أنصح أي ست بأنها أول عيب ما تعملوش إنها تعند. يعني هي الفكرة هاي مهمة كتير، بس أنا كمان بنصح الرجال إنه زوجتك إلها شخصية وإلها رأي، فهي صح بتوافقك بكتير من الآراء، بس إذا إجت ببعض الآراء واختلفت معك فما تنصدم وتحس إنه هذا بيمس كرامتك، أعطيها مساحة إنه تختلف معك وما تتوتر منها. لما تعطيها مساحة بتسترخي هي وبتصير توافقك بالآراء الثانية. يعني قصدك ان الرجل ما يتفاجئش بان المرأة ليها قرار او ليها رأي، ممكن تختلف معه، مو لازم دائما تكون موافقة على كل آرائه. ليه مش هي؟ لانه هي بني ادم، هي عاشت 20 سنة مثلا بشخصية مستقلة، لازم تكون هي دائما تابعة لأفكاره في كل شيء. ليه؟ ايه العيب يعني؟ والله حاجة حلوة. بالعكس الزوجة اللي هيك مملة، اللي موافقه على كل شيء هي ممله، بتريحه من جهه، بس من ناحيه ثانيه ما بتضيف له. الشخصيه السلبيه كمان، يعني الرجل احيانا بيحتاج ظهر، يعني مش بس شخصيه سلبيه اوكي محتاج حدا يشاركه بقراره، ماشي يشاركه بقراره، غير ان هو يختلف مع بعض. احنا ما نخش في اطار الزوجه النكديه. لا مش نكد، يعني يا اما نفس رايهم يا اما صارت نكديه. انت معي يا اما معاكم اللي تبقى الست مع ارائكم 100%، او هي خلاص صارت نكديه. يعني انت عايز قطه مغمضه رايك دلوقتي؟ انت قلتي لا لحظه، انت عايز قطه مغمضه، قلت قبل الهوا انا جايه للراجل، جايه مع الراجل صح؟ بس ما قدرت دلوقتي، ما قدرت طبعا، هي عشان شخص طبيعي. على مبدا بقى، انا ثابته على مبدا. لا لحظه، يعني هو مين اللي قال لك كلامك مش مظبوط؟ انا بقول ايه المانع ان الست حاضر ونعم في كل حاجه؟ في كل حاجه، حاجه جميله. ما ينفعش ده تريح دماغ ابدا. طب ليه الراجل كمان ما بيبقاش حاضر ونعم؟ مش ده كمان تريح دماغ؟ نعجه في البيت يعني. وهي تبقى الناعجه. هي الناعجه، دور الناعجه مقبول، بس هو مش طبعًا. لا نرجع لحاجه، احنا بنتعلم ليه؟ يعني احنا بنتعلم تقعدوا في البيت عشان ما تاخروش برا البيت. لا احنا بنتاخر براحتنا. معلش خليها هي في 70% تاخده في رايه و30% تظهر اختلاف، موافق عليه؟ كويس النسبة دي؟ أنا تدخليني في الموضوع، أنا بطل. احنا بنحكي بشكل عام، بشكل عام. بشكل عام. 30% خليها، معلش. أنا بتكلم بشكل عام. أعطيها للمرأة مساحة من الاختلاف مع الرجل، خلي شخصيتها تظهر ولو شوي. إيه بقى المساحة دي؟ مش المساحة دي؟ بقول لك 30، بقول لك 30. أيوة في إيه بقى؟ إديني مثال. بآراء مختلفة بالحياة. زي إيه؟ ما هو مش في الأهلي والزمالك مثلاً صح؟ لا، في شغلها. يا مدريد وبرشلونة. تربية الأولاد، بتربية الأولاد لازم مساحة أعلى من كده. في شغلها، شغلها؟ في شغلها يبقى لها اختلاف؟ يعني مثلاً في شغل هو مو حابه، في شغل هي حاببته. أيوة. لازم يعطيها، يعطيها مجال. يعطيها بقى تشتغل بقى. يتناقشوا. ولو هو حاس انه ما بيضر الاسره، حتى لو ما مقتنع كتير لازم يعطيها. فيسيبها بقى تخرج بقى. يسيبها تخرج لو ما بيضر الاسره. طب ما ده اللي انا قلته. يعني يسيبها تخرج وتشتغل طبعا، وتروح تبقى طبعاً. تشتغل وحاجات كده طبعا، مرتين جت. طيب على كل حال، انت بتتفق مع الاستاذ الدكتور اروى على انه يسيبها في اختلاف في الشغل طبعا، وانه 30% مساحه النسبه دي كويسه، 50 50 مساواة بين المرأة والرجل. في جاي حاجة تانية خالص. شفت؟ حسستني إن أنا وهي هنقعد عليك. 50 50 50 50 50 50 50 50
يعني 50% 50%. وان الراجل ما يتفاجئش بان المراه ليها. انا ما قصدي انه هي 30% وجودها و70% وجوده، لا قصدي اختلافها معه. يعني هن لو متوافقين بشكل عام 70% من الاراء حيتفقوا عليها و30% حتختلف. لكن اذا رايكم انتوا الاثنين اذا انتهى الحوار بين الاثنين واصبح نائر ونقير او يعني بيشدوا مع بعض طول الوقت، انتوا تنصحوا ان الموضوع يخلص من بدري؟ احسن حاجه مهما كانت التكلفه، مهما كانت، او حيعيشوا بنكد وعدم على سعاده على طول، يعني ما حيكونوا سعداء، او حيكونوا منفصلين تماما نفسيا عن بعض فكريا وجسديا جسديا، وهذا مو شيء صحي لهم او للولاد حتى. فانت تنصح انه من الاول خلاص خلصت القصه.